حول الموضوع انضم لنا عبر الهاتف من دبي سيد مسعود الفاكه الصحفي المتخصص بالشأن الإيراني. أستاذ مسعود مساء الخير، أهلا بك معنا. الاحتجاجات في إيران اللي كانت ولا تزال بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، بسبب البطالة، بسبب عدم توفر ربما العيش الكريم للشعب الإيراني، هناك مخاوف إذن من عودة وشيكة لهذه الاحتجاجات بالنظر إلى عدم تغير أي شيء في المعطيات الاقتصادية على الأرض، ما مدى إمكانية تحقق ذلك؟ شكرا جزيلا تحياتي لك للمشاهدين الكرام. نعم، لا شك منذ أن وقعت إيران الاتفاق النووي كان هناك أمل كبير بأن هذا الاتفاق النووي يفتح الأبواب. سيد مسعود صوت لا يسرني بشكل واضح، لو سمحت أنه ترفع صوتك قليلا. نعم الآن أحسن. بعد أن تم توقيع الاتفاق النووي في سنة 2015 وتم تنفيذ الاتفاق 2016، هناك كان أمل كبير بأن هذا الاتفاق يؤدي إلى تغييرات اقتصادية ويجلب الاستثمارات وتفتح أبواب إيران على العالم للتبادل التجاري. ولكن بما أن إيران دائما فيها هناك الدولة الموازية التي تتخذ قرارات فتوقف قرارات الدولة التي موجودة بالواجهة، قامت هناك التجارب الصاروخية. التجارب الصاروخية أصبحت عثرة أمام أي تطور اقتصادي داخل إيران من خلال الاتفاق النووي. هنا في هذه الفترة تراكم من البطالة، تراكم من الفقر، وارتفاع خط الفقر داخل البلد بحيث أصبح حوالي 35 مليون إيراني تحت خط الفقر. نرى بأن إيران في واقع الأمر تعيش على مخزون من البارود. لذا طيب. تحذيرات المسؤولين تأتي من هذا المنطلق، شاهد من أهلها. طيب، وزير الداخلية الإيراني فعلا في هذا الصدد، وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني الذي قال بأن هناك شرارة واحدة تكفي إلى أن يتم ربما انطلاق هذه الاحتجاجات من جديد في الشارع الإيراني بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب البطالة، هل سيتم احترام إذن برأيكم مطالب الشعب، مطالب ربما الأشخاص ومطالب الناس الذين يريدون حياة أفضل وتوفير فرص عمل؟ أنا باعتقاد المسألة تريد خطة وليست احترام فقط. هذه الخطة يجب أن تكون من قبل الحكومة، أي حكومة الآن هي في رأس السلطة، حكومة حسن روحاني. وحسن روحاني نفسه حذر قبل فترة بأن سفينة النظام قد تغرق، وليس فقط الاحتجاجات تأتي إلى الشوارع. وقبل يومين أيضا حذر حفيد الخميني مؤسس النظام بأن النظام قد ينهار لو استمر الوضع بهذه الطريقة. طيب، من الذي يقف بوجه أي تعديلات أو أي تطورات يمكن أن يشهدها الاقتصاد أو أن يشهدها البلد بصفة عامة؟ أنا باعتقادي الدولة العميقة، الدولة العميقة في إيران. هذه الدولة التي بيدها اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة، وهي الحرس الضوئي والمؤسسات الأخرى التي لا تخضع لإشراف الدولة. كما أن حسن روحاني نفسه اعترف عندما أعطى الميزانية هذه السنة، قال الميزانية فقط ثلث الميزانية بيد الدولة. نعم. باقي الميزانية يعني ثلثي الميزانية ليست بيد الدولة. هذا يدل بأن هناك دولة عميقة موجودة في إيران، وهذه الدولة العميقة هي التي تعاقل كل هذه الأمور. تريد أن تحتكر السلطة. نعم. تقبض كل الأمور بيدها. نعم أستاذ مسعود. وهذا يؤدي إلى هذه الأزمة التي تعيشها إيران. أشكرك جزيلاً. سيد مسعود الفاكه الصحفي المتخصص بالشأن الإيراني كنت معنا عبر الهاتف من دبي.